الماضي وبنهاية الموسم الماضي. لو ما هيك كنت أكيد أني رح شوف كريستيان لوكا بخط دفاع فريق إخاء الأهلي عليه، مثل ما هو الأمر بالنسبة لكارلوس ألبرتو يلي جدد معه الإخاء لموسم إضافي بعد ما برز معه بالموسم الماضي. أيضا كرة من سعيد عواضة من رمي التماس، حسين شرف الدين هو إلى جانب فالو سار بمركز قلب الدفاع من ناحية فريق الصفا. أكيد رغبة كبيرة فارس عند الفريقين ببداية الموسم أنه يفتتحوا المشوار بانتصار. مباراة الصفا والإخاء الأهلي عليه مباشرة من مجمع الرئيس فؤاد شهيب بجونية، عم نتابع هالمباراة وكل شيء جديد بلقاء التضامن سور وشباب البرج رح نعطيكم إياه مباشرة على الهواء، مع العلم أنه نتيجة لهلا التعادل الإيجابي بين الفريقين. المباراة اللي عم تصير بيناتهم بسور، كارلوس لومبا هذا الاسم بكون تحفظه منيح لأنه هو قلب دفاع فريق الإخاء الأهلي علي هالموسم من موطن كريستيانو رونالدو. عم نحكي عن البرتغال، البرتغال يلي قليل لنشوف عنا لاعبين بالدوري اللبناني، على أمل أنه كارلوس لومبا يكون من مستوى جيد جدا ليساعد فريق الإخاء الأهلي علي هالموسم. من ناحية فريق الصفا اليوم الغيابات كبيرة عن صفوفه، حلو كتير هالكرة، عواضة بيلعب الكرة هون وبالنهاية في ركلة ركلية رح تكون لفريق الإخاء الأهلي علي، ركلة ركلية بده ينتبهوا دفاع الصفا كتير منيح من هداف الإخاء الأهلي علي. عم نحكي عن أحمد حجازي، تاني هدافي الدوري اللبناني الموسم الماضي وأول هدافين اللبنانيين مع 11 هدف. أحمد حجازي اللي انتقل نهائيا مثله مثل كريم درويش لصفوف الإخاء من العهد ومن النجمة، كان بالإعارة أحمد حجازي وكريم درويش كان بالإعارة، اثنيناتهم يعني الاستغنيات كانوا من ناحية فريق الإخاء الأهلي علي نهائية هالموسم. الكرة بتتنفس وبيبعدها كمان ربيع الكاخي لخارج الملعب، ركلة ركلية جديدة رح تكون من بعد ما نفذ الكرة لاعب فريق الإخاء الأهلي علي حسن ديب. حسن ديب وحسن محمد اثنيناتهم على تنفيذ الركلة الركنية، حسن ديب لعب الكرة ويمكن كمان يرجع بنفس الطريقة يلعبها مباشرة ناحية مرمى ربيع الكاخي. حكم المباراة جميل رمضان عم بعينه هشام أنصو وتيسير بدر، ركلة ركنية جديدة كمان رح تكون بهالوقت. سامر السيد قاسم الحكم الرابع ورودي مجدليني مراقب المباراة بانتظار تنفيذ الركلة الركنية، واللاعبين اللي عم بفتشوا على طابة ليمشي الحال. الركلة الركنية جديدة لفريق الإخاء الأهلي علي اللي عم بيكون ببداية المباراة نوعا ما استحواذوا على الكرة أكثر من فريق الصفا. الركلة الركنية بتتنفس مع حسن لمحمد يلي بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء بيبعدها محمد زين طحان، تنتقل لأنصو بيبعدها سعيد عواضة. لومبا عم بيتقدم كان لمساندة الهجوم بالكرات السابقة، فرصة لفريق الصفا أمامية بخلصها بالوقت المناسب نادر مروش. نادر مروش أول مرة والكرحاني بالمرة الثانية بتروح لعند ديب يلي بيلعب الكرة عالية لأحمد حجازي. أحمد حجازي منا سهلة معه فلو سار لاعب السنغالي يلي بيخسر الكرة بترجع عند الحجازي، الحجازي بيرجعها خلفية لكارلوس ألبرتو، كارلوس ألبرتو على الجهة اليسرى محاولة لفريق الإخاء الأهلي عليه بس الكرة بعيدة لخارج خارج خارج الملعب من دون أي خطورة على مرمى فريق الصفا. نتيجة ما زالت التعادل السلبي 0-0. الموسم الماضي ذهابا الإخاء كان عم بفوز 2-0، كريستيان لوكا وكارلوس ألبرتو كانوا عم بيسجلوا الهدفين، وإيابا الإخاء عم بيجدد الفوز بنتيجة 2-1. أحمد حجازي وقت سجل الهدفين ومحمد زين طحان سجل هدف فريق الصفا الوحيد. آخر مواجهة بين الفريقين كانت بمسابقة كأس لبنان وقت الإخاء كمان عم بفوز 1-0 هدف لكارلوس ألبرتو ضمن الدور ربع النهائي بصيدا. حاليا المحاولة صفوية، هل رح تعطي أي نتيجة الكرة؟ خلينا نشوف سعيد عواضة يلي بيبعدها ليبعد الخطورة، بتوصل لعند مصطفى أنصو. آخر 6 مواجهات بين الفريقين 5 مرات عم يربح الإخاء ومرة واحدة التعادل، يعني الصفا بآخر 6 مواجهات ما عرف طعم الانتصار، ما عرف طعم الفوز أبدا بمواجهة فريق الإخاء الأهلي عليه.
يعني الحرارة عالية كتير، رطوبة كمان مرتفعة، وحكم المباراة تيسير بدر الحكم مساعد تاني يلي بيرفع رايته ليعلن عن حالة تسلل على فريق الصفا، كارلوس لومبا. كارلوس لومبا لأبو عتيق، أبو عتيق اللاعب الفلسطيني كابتن فريق الإخاء الأهلي علي، أبو عتيق يلي برز بشكل كتير كبير الموسم الماضي مع فريق الإخاء، لاعب رايق بمنتصف ملعب وبيعتمد عليه كتير عبد الوهاب أبو الهيل. ناحية اليسار لعند حسن ديب، حسن ديب الكرة بتروح بترجع لعند حارس مرمى فريق الإخاء شاكر وهبي. شاكر وهبي اليوم بحراسة مرمى بدلا من رضوان كسيب، يعني بين شاكر وبين رضوان الأمور منيحة، وحراسة مرمى الإخاء راح تكون شربيل فينا نقول بأمان هالموسم. طبعا مثل ما ذكرت عنده ثلاث حراس بمباراة اليوم الإخاء الأهلي عليه، لأن وجود الحارس ربيع صالحة أيضا على مقعد البدلاء بالوقت يلي في فرصة خطيرة هم ممكن تكون عم تتوقف بصافرة وبراية، عم تتوقف بصافرة وبراية بحسب ما شفت الوقت يلي رح نشوف الحكم جميل رمضان شو عم يعمل بالحالة الأخيرة. هون الحكم المساعد هشام أنسو كان رفع رايته، لكن حسين شرف الدين كان عم يتدخل أمام أحمد حجازي. على ما يبدو جميل رمضان رفع البطاقة الصفراء رقم 30 هو حسين شرف الدين بالإعادة مرة جديدة. الكرة الأمامية وحالة التسلل على ما يبدو حسين شرف الدين تلقى الإنذار لأنه كمل على أحمد حجازي من بعد صافرة جميل رمضان. حسين شرف الدين واحد من اللاعبين الجدد يلي انضموا إلى فريق الصفا قبل بداية الموسم الجديد، الصفا يلي كانت عقد مع المدرب روبرت جاسبرت مدرب الأنصار والعهد السابق الغني عن التعريف بكرة القدم اللبنانية. بالمناسبة هو المدرب الوحيد يلي من جنسية أوروبية ومن جنسية غير عربية أو لبنانية بدوري ألفا. على صعيد اللاعبين المحليين تعاقد مع ماجد عثمان مثل ما ذكرت قادم من إنجلترا، محمد فحص ومحمد حايك على سبيل الإعارة من العهد، أحمد جلول من النجمة إضافة إلى استعارة حسين شرف الدين من نفس الفريق، دانيال أبو فخر من الأنصار وعلاء البابا إعارة أيضا من الأنصار، جواد كرنيب القادم من أستراليا، يوسف الحاج القادم من الرسينج، يحيى الهندي لاعب النجم السابق، الحارس ربيع الكاخي أيضا حارس الأنصار السابق، أيضا هناك حسن الحسين القادم من الأنصار، إضافة لتجديد عقد حسن مهنا. ومثل ما ذكرنا الثلاثي الأجنبي السنغالي عمادي ديوب، كريم سامب حاجي وفالو سار، هدول هن تعاقدات الصفا يلي أيضا غادر العديد من اللاعبين إلى فرق أخرى مثل علي السعدي يلي راح النجمة، أحمد الخطيب يلي راح البرج، محمد سليمان يلي راح الحكمة، محمد جعفر والعوطة حسين العوطة أيضا يلي راحوا على البرج، وحسن هزيمي يلي أعير إلى الحكمة أيضا إضافة لحصول محمد شمس على استغنائه. الوقت يلي حاليا في صراع كبير هون على الكرة، والخطأ كان لمصلحة مصطفى قنصو بعد هالصراع مع سعيد عواضة. جمهور الإخاء إلى يمين المنصة الرسمية، جمهور الصفا إلى يسار المنصة الرسمية، حضور جيد لجمهور الفريقين بمباراة اليوم. طبعا هالمباراة يلي إلها حساباتها الخاصة وحساسياتها بين الفريقين مثل ما اعتدنا دائما من أولى لقاءات بأواخر التسعينات. كرة حاليا عند زين طحان بالوسط، يعني فينا نقول فريق الصفا الأمر الواضح صحيح استراتيجيته الهجومية هي 4-4-2، وعم يدافع بداية بنص ملعبه بست مدافعين مقابل أربع لاعبين بخط الظهر، لكن بالحالة الهجومية الأمر الواضح أنه عم يلعب من دون رأس حربة، لأنه المهاجمين عمر الكردي وكريم حاجي عم يفتحوا كتير لبرا، ما عم يكون في واحد منهم داخل منطقة الجزاء بشكل ثابت، إنما
عم تكون الانطلاقة من الجناح إلى داخل المنطقة بكثير من الحالات. محمد الحايك ظهير أيسر الصفا، الكرة الخلف عند حسين شرف الدين، منه لعند فالو سار، فالو على الجهة اليمنى للقائد زين طحان. زين من جديد بطيء إيقاع المباراة ببدايتها، يعني الحذر واضح مع اقترابنا من ربع الساعة الأول من هالمباراة، الحذر واضح من قبل الفريقين، لكن برأيي لحد هالوقت الحذر مبالغ فيه. بالوقت يلي حاليا في كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء، هيدا الأمر يلي عم يتحدث عنه لاعب واحد فقط كان داخل المنطقة هو كريم حاجي، من المفترض أنه يعمل الزيادة العددية والكثافة العددية الهجومية بداخل منطقة الجزاء فريق الصفا، وإلا رح يكون من الصعب عليه فارس أنه يسجل هدف بهالطريقة. يعني مشكلة فريق الصفا إن شاء الله ما تكمل هالموسم مثل ما كانت الموسم الماضي، عم بحكي من الناحية الهجومية، لأنه فريق الصفا الموسم الماضي ب 22 مباراة سجل بس 16 هدف، ونطر لآخر مرحلة من بطولة لبنان وقت فاز على فريق الباعة 2-0 ليبقى بالدرجة الأولى. مش هذا المكان أبدا لفريق الصفا، كلنا بنعرف فريق الصفا فريق عريق جدا، بطل لبنان 3 مرات، أحرز 3 مرات لقب الدوري بال 2011-2012 الموسم، 2012-2013 و2015-2016، أحرز كأس لبنان 3 مرات، أولها كانت بسنة ال 64 وآخرها بال 2013، أحرز كأس النخبة مرتين وكأس السوبر مرة واحدة وقت فاز على شباب الساحل 1-0 بموسم 2012-2013. هذا فريق الصفا يلي بتمنى أنا يرجع لسابق عهده ويرجع ويكون بين الفرق الكبيرة، الفرق المنافسة فعلا وحقيقة على اللقب. لهلأ 23 مواجهة جمعة الفريقين، الإخاء بيتقدم وبيتفوق على الصفا بعدد الانتصارات مع 8 انتصارات للإخاء، 7 للصفا و8 تعادلات. فرصة لفريق الصفا، فرصة لفريق الصفا مع تسديدة أولى بالمباراة بين إيدين شاكر وهبي. أول تسديدة كانت من كريم صمب حاجي يلي عم بيسدد أول كرة بين الخشبات الثلاثة، وبسهولة تامة شاكر وهبي من دون أي صعوبة. آخر فوز للصفا على الإخاء بيرجع تحديدا ل 25/9/2016 وقت ربحوا 2-1 على فريق الإخاء، والنتيجة الأعلى هي الصفوية 6-1 كانت سنة 2012 بكأس النخبة. لومبا بمرر لنادر مروش، نادر بيرفع الكرة لعند حسن لمحمد، حسن محمد يلي انتقل من فريق النجمة لفريق الإخاء الأهلي علي، رمي التماس من دون خطأ، الحكم بيقول ما في خطأ أبدا. كارلوس ألبرتو الموسم الماضي ما كان أبدا قد طموحات كارلوس ألبرتو، الموسم الماضي كارلوس ألبرتو سجل 7 أهداف بينما أحمد حجازي سجل 11 هدف، يعني اللاعبين سجلوا 18 هدف من أصل 28. كارلوس لومبا بيتفوق على اللاعب كريم صمب حاجي وبيقطع الكرة، ما زالت مع يحيى الهندي، يحيى الهندي بمرر بهالوقت، فرصة لفريق الصفا ما راح يعرف يستغلها مثل ما لازم كان أحمد جلول، تمريرة من أحمد جلول يلي أيضا من النجمة إلى الصفا، كتار لاعبين تركوا فريق النجمة هالموسم كان بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة. على ما قاعد احتياط فريق الصفا كمان في يوسف الحج المنتقل من النجمة، كرة أمامية لعند أحمد حجازي لعند حسن محمد، ضعيف كتير ما رح توصل عند أحمد حجازي. 18 دقيقة على بداية المباراة لهلأ، بعد ما في اختبار حقيقي لأي حارس من الحارسين، بعد المباراة متكافئة بيناتهم. أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة قدم جهاد الشحف أبو فراس عم بيتابع المباراة من المنصة الرئيسية. ظهير أيسر فريق الصفا محمد الحايك لجلول، جلول بغير اتجاه الكرة ناحية اليمين لعند قاسم الحايك، ترجع لعند قلب الدفاع فالو سار لاعب السنغالي، يعني عم بيجربوا لاعبي فريق الصفا يسحبوا لاعبي فريق الإخاء لعندهم. تعليمات أبو الهيل واضحة، مع أي هجمة صفوية لازم يرجع حتى كارلوس ألبرتو يساند الدفاع بهالكرات.
احمد جلول. حلو كتير هالتمريرات من فريق الصفا، بالنهايه راح تنقطع تروح لعند ابو عتيق، ابو عتيق لعند حسن محمد يلي بيحصل على انذار وفي مسك هون جميل رمضان، ابو فراس والى جنبه دودو يوسف محمد لاعب المنتخب السابق. هذا الخطا الحكم راح يكتفي بالانذار الشفهي، جميل رمضان ما راح يعطي بطاقة صفراء تانية بالمباراة بعد الأولى على حسين شرف الدين. ترجع الكرة حاليا مع محمد عطوي، محمد عطوي لأبو عتيق، أبو عتيق بيطلع لمين، بغير اتجاه الكرة ناحية اليمين لعند نادر مروش، نادر مروش لعند سعيد عواضة، سعيد يلي بيلعب مباراة واثنين وثلاثة وما بحس بالتعب، فعلا لياقة بدنية عالية كتير وعملية جس النبض شربي فينا نقول طالت أكثر من الوقت المحدد يعني لبداية المباراة، لأنه بعد مرور 20 دقيقة اللعب بمعظمه عم بيكون محصور بمنتصف الملعب. يعني طبعا هيدا أيضا سببه الكثافة الدفاعية اللي عم يعتمدوها الفريقين، تحديدا فريق الصفا يلي مثل ما قلت بملعبه عم أو بنص ملعب الإخاء عم يدافع بست لاعبين بالوقت يلي هون في كرة رأسية خطيرة جدا، خطيرة جدا عبر كارلوس ألبرتو. الكرة العرضية كانت هون من حسن محمد ورأسية كارلوس ألبرتو كادت تتجه إلى شباك ربيع الكاخي، غير راضي أبدا عن التمركز الدفاعي لزملائه. بعدنا عم نحكي عن الفرص، بعدنا عم نحكي عن الجرأة، بعدنا عم نحكي عن الشجاعة الهجومية. كارلوس ألبرتو الرأسية البرازيلية كادت تصيب الشباك الصفوي. كارلوس ألبرتو يلي لعب بالموسم الماضي كل مباريات الإخاء الأهلي عليه، سجل 7 أهداف وكان عنده 5 تمريرات حاسمة، وهو كان صاحب الهدف الوحيد ب 28/4/2019 عندما التقوا الفريقين بربع نهائي كأس لبنان، سجل من ركلة جزاء هدف الفوز للإخاء، الهدف يلي وضع الصفا خارج المسابقة. أيضا مثل ما ذكر فارس بالذهاب عندما فاز الإخاء الأهلي عليه 2-0، واحد من مسجلي الهدفين كان كارلوس ألبرتو، لأن كريستيان لوكا كان سجل الهدف الأول بالوقت يلي حاليا الصراع عم يستمر على الجهة اليمنى، هيدي الجهة يلي عم يعتمد عليها بشكل كتير كبير الإخاء ليهاجم، تحديدا بوجود سعيد عواضة والمتحرك حسن لمحمد، يعني عم يروح أحيانا للعمق حسن محمد وأحيانا عم يروح ليستلم على الجهة اليمنى من سعيد عواضة. بذكر 3-4-3 هي استراتيجية عبد الوهاب أبو الهيل، وبالتالي الأمر يلي بيخلي نادر مروش ثابت بالخط الخلفي الى جانب كارلوس لومبا ومحمد قرحاني يوصل الكره لسعيد عواضه ومنه لحسن لمحمد. هيدي هي الاستراتيجيه. كارلوس لومبا المدافع البرتغالي 27 سنه موسمه الاول مع الاخاء الاهلي عليه، بحسب يعني المباريات التحضيريه ظهر بمستوى جيد وتحديدا من اللاعبين يلي بيعرفوا يحركوا الكره من الخلف بشكل جيد. كارلوس لومبا بيطلع الكره من الخلف بشكل جيد، هيدا هو الامر يلي بيحتاجه طبعا الاخاء بعد رحيل قائده احمد عطوي الى فريق الحكمه، الحكمه يلي كان افتتح مشواره ببطوله الدرجه الثانيه بالاسبوع الاول امبارح طبعا بفوزه على انصار حواره بنتيجه 3-2. الكره حاليا والهجمه الصفويه والتحرك على الجهه اليمنى والانطلاقه من زين طحان، لكن مره جديد الكره بين يدي شاكر وهبي. ايضا بالوقت يلي عم نشوف الاعاده يلي صار والاصطدام هون ووجود 3 لاعبين على ارض الملعب، هن زين طحان، محمد قرحاني وشاكر وهبي، كل السلامات لهم. بنذكر انه الاخاء الاهلي عليه غير انه جدد عقد محمد عطوي وكارلوس ألبرتو، كان ضم الى صفوفه علي مرقباوي من الفئات العمريه للعهد، علي بيطار من شباب الغزيه، حسن ديب من الاصلاح البرج الشمالي، مثل ما ذكرنا حسن محمد من النجمي واستعار بلال نجدي من الانصار، كارلوس لومبا وكريستوفر مونتاي ايضا هيدا مدافع دولي زامبي موجود على مقاعد البدلاء، وصل قبل ساعات على اغلاق الميركاتو اللبناني كريستوفر مونتاي المدافع الزامبي، يعني من المفترض نشوفه أساسي إلى جانب كارلوس لومبا بالمراحل اللاحقة. مصطفى حميدو من شباب طرابلس، وطبعا الصفقة الأهم بالنسبة للإخاء الأهلي علي اللي وضع كل تقله فيها هي استعادة أحمد حجازي اللي بعد نهاية الموسم الماضي عاد إلى العهد،
ومن بعدها قدر الإخاء الأهلي عليه يحصل عليه بعقد دائم بالوقت يلي الكرة عم تتحرك حاليا. استئناف اللعب، كرة ملعوبة هون بوسط الملعب عند سعيد عواضة. سعيد أيضا محمد عطوي عم يوسع لنفسه، ممكن يسدد محمد عطوي، عنده تسديدات قوية بيسدد، لكن كرته هالمرة كانت ضعيفة، كرته ضعيفة جدا لمحمد عطوي إلى خارج أرض الملعب. بالإعادة مرة جديدة وسع لنفسه، حاول يحط الكرة على قدمه اليسرى بشكل أفضل من هيك، لكن تسديدته كانت ضعيفة لمحمد عطوي وبالتالي راحت إلى خارج أرض الملعب. ما في أي فرصة خطيرة باستثناء فرصة كارلوس ألبرتو، الكرة الرأسية يلي كانت فعلا قريبة جدا من مرمى ربيع الكاخية. يعني طبعا منه مستغرب أبدا نشوف الفريقين بهالمستوى فارس، ما ننسى نحن بعدنا ببداية الموسم، وبالتالي عدم الجهوزية 100% أيضا الغيابات المؤثرة تحديدا على الفريق الصفا ممكن تكون عم تنعكس سلبا على الأداء العام لهالمباراة. أيضا على المنصة الرئيسية أمادي ديوب اللاعب الصفاوي اللاعب السنغالي الغائب اليوم يلي أطلقوا عليه زملائه لقب كورفت نظرا لسرعته بالتمرين وبالمباريات. مبدئيا رجع للتمارين، وابتداء من الاسبوع المقبل رح نرجع نشوفه بالتشكيل الاساسي لفريق الصفا اليوم يلي مثل ما كنا عم نقول بغيب عنه اكثر من لاعب اساسي بمباراه اليوم بايده روبرت جاسبر والاخاء بايده عبد الوهاب ابو الهيل. كره اماميه بيتقدم بهالوقت مصطفى انسو، مصطفى انسو على حدود منطقه الجزاء بيرفع الكره لومبا بيبعدها لخارج الملعب، رامي تبيس لفريق الصفا. تحية لكل اللي عم يتابعونا بكل لبنان عم يتابعوا الام تي في وخاصة بالجبل، تحية للكل مع هالمباراة اللي عم يتابعها من مجمع الرئيس فؤاد شيب بجوني مباشرة على الهواء ضمن الأسبوع الأول من دوري ألفا لكرة القدم. أول مباراة كانت بين النجمة والأنصار وانتهت لصالح النجمة 1-0 هدف لفي الشمسين من ركلة جزاء بينالتي بالوقت القاتل. مباراة تانية بلشت وانتهى شوط الأول رسميا بالتعادل بين التضامن سور وشباب البرج 1-1. يبوا سجل للتضامن سور وكريس ترامي عدل لفريق شباب البرج. هيدي المباراة الثالثة ضمن دوري ألفا والختام رح يكون بكرة بالمباريات يلي رح تجمع شباب الساحل والغزية السلام صغرتا والبرج. هيدا بختام الأسبوع الأول من دوري ألفا. بيبقى فريق العهد يلي عنده مباراة مع طرابلس تأجلت الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ما رح نشوف فريق العهد لارتباطه الأسيوي، وكل تمنيتنا بالتوفيق ليكون اللقب لبناني الله راد. حسن محمد على تنفيذ الركلة الركنية، بس في لاعب من فريق الصفا على أرض الملعب بهالوقت بانتظار حسين شرف الدين ليرجع يقوم ويتابع المباراة. حسين شرف الدين لاعب النجم السابق ومعه بطاقة صفراء بهاللقاء، بده ينتبه كتير منيح. الأمور ماشية والركلة الركنية رح تتنفذ. فريق الإخاء يلي عم يبحث عن هدفه الأول باللقاء، الصفا كمان عم يبحث عن هدفه الأول بالمباراة. منتابع الركلة الركنية بتتنفذ بتروح لعند ديب حسن ديب يلي بيسدد، بفضل يسدد كرة ناحية المرمى. حسن ديب يلي كان سابقا مع فريق الإصلاح برج الشمالي بالدرجة الثانية وانتقل هالموسم لفريق الإخاء الأهلي علي. أيضا مصطفى حميدو على مقعد الاحتياط كان عم بيلعب بالدرجة الثالثة مع فريق شباب طرابلس، وعلي مرقباوي يلي انتقل من فريق العهد كان مع فريق شباب العهد يعني بس ما طلع للفريق الأول وانتقل رسميا لفريق الإخاء ليكون معه هذا الموسم. ضغط عم بيكون من لاعبي فريق الإخاء ليجربوا يخلوا لاعبي فريق الصفا يرتكبوا الخطأ، والخطأ دايما بنقوله قد بيكون من الدفاع بيكون مشكلة كتير كبيرة. حاليا يحيى الهندي، يحيى الهندي يلي بيلعب مع المنتخب الوطني اللبناني بس منه مع النجمة. يحيى الهندي ارتقى انه يكون عقده الجديد مع فريق الصفا. يحيى الهندي بمرر بهالوقت لمحمد الحايك، محمد الحايك انتقل لفريق الصفا
من فريق العهد. كريم سامب حاجي بيرجع الكرة خلفية ليحيى الهندي، يحيى الهندي بغيرها لعند زين طحان كابتن الفريق. زين طحان بيلعب الكرة أمامية حلوة كانت من قاسم الحايك لعمر الكردي، بترجع لزين طحان يلي بتركها بالوقت لفلو سار. فلو سار اللاعب السنغالي اليوم الثلاث لاعبين بصفوف فريق الصفا للدوري لهالموسم على الأقل لمرحلة الذهاب، الثلاث لاعبين من السنغال. خطأ واضح هون عم بيكون على كريم حاجي، والركلة الحرة بتروح لفريق الإخاء الأهلي علي. نص ساعة على بداية المباراة، كيف في فرصة فينا نعتبرها خطرة كتير للإخاء، بس كارلوس ألبرتو والكرة الرأسية ما عرف يترجمها لهدف، ما قدر يسيب المرمى، مع العلم أنه كان بيقدر ينفذها ويتبعها أفضل من هيك. الله على الفوتبول الحلو، وقت نشوف لاعب عم بيقدر يمرر كرة حلوة عم بيقدر يسجل هدف رائع، أدي بينبسط المشاهد اللي عم بيتابع المباراة. حسن لمحمد بيخسر الكرة، حسن لمحمد ما رح يتركه أبدا. حسين شرف الدين ما زالت الكرة مع فريق الإخاء الأهلي علي. نص ساعة على بداية المباراة والتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين، ما حدا عم بهز الشباك. لومبا من دون مخاطرة برجعها لعند حارس ورمين شاكر وهبي بده يلعب الكرة طويلة، هذا الشيء اللي بصير لعند كارلوس ألبرتو كرة بمررها لأحمد حجازي. حسن لمحمد مطالبة بلمسة يد، بس الحكم بيقول في تسلل على حسن لمحمد، تسلل قبل لمسة اليد. حكم المساعد هشام أنصو بيرفع رايته ليعلن عن التسلل. حاليا مع قاسم الحايك يلي بيتركها لأحمد جلول، أحمد جلول على الجهة اليسرى بيبعدها على السريع سعيد عوضة. ما في تركيز حاليا من الفريقين، برجع بقول يمكن الطقس والرطوبة والشوب عم بيأثر كتير على أداء اللاعبين على أرض الملعب. أحمد جلول بيلعب الكرة عالية ناحية منطقة الجزاء بيبعدها بهالوقت لإرحاني، تروح لعند عطوي لسعيد عوضة، سعيد بيرجع للعطوي، العطوي بيتعرض لخطأ واضح العطوي. ركلة حرة لفريق الإخاء بهالوقت. محمد عطوي قدامنا على الشاشة، محمد عطوي لاعب عنده تسديدات كتير قوية، وقت يتمكن من التسديد هذا الشيء رح يساعده كتير بمواجهة المرمى. مع بداية الشوط الثاني من المباراة تضامن صور وشباب البرج، أي أمر رح يصير بصور رح نعطيكم يا دغري على السريع لتتابعوا المباراة وتعرفوا نتيجتها. نذكر بكرة عبر شاشة وان نقل مباشر لمباراة سلام زغرتا والبرج، وعبر شاشة الام تي في النقل المباشر لمباراة شباب الساحل وشباب الغازية. جميل رمضان يلي عم يطلب من طبيب فريق الصفا الدخول لأرض الملعب، هون الخطأ اللي شفناه لصالح فريق الصفا مصطفى أنصو واللاعب مصطفى أنصو. جميل رمضان وزين طحان عن الاعتراض، وزين طحان اللي عم بيطالب على القلب بطاقة صفرة. بالأسبوع الثاني فريق الصفا بيواجه فريق الشباب الغزية، بينما فريق الإخاء الأهلي علي رح يواجه فريق طرابلس. هذا بالنسبة لمباريات الأسبوع الثاني وبالنسبة للفريقين. بهالوقت انطلق الشوط الثاني من مباراة تضامن صور وشباب البرج رسميا من ملعب صور البلدي، احتياط فريق الإخاء الأهلي عليه. وعم نشوف اللاعب الزامبي لاعب منتخب زامبيا كريستوفر مونتاي يلي موجود على مقعد الاحتياط، كريم درويش، شادي سكيف، حبيب الشويخ وغيرهم من اللاعبين، يعني أسماء بيقدر يستعين فيها بأي لحظة عبد الوهاب أبو الهيل، سمير سيد قاسم، وروبرت جاسبرت يلي خلف الحكم. روبرت جاسبرت يلي سبق وكان موجود مع الأنصار، موجود مع فريق العهد، منذكر هو الكوتش الأوروبي الوحيد الموجود بين المدربين بلبنان، يعني يا مدربين لبنانيين أو مدربين عرب، بيبقى جاسبرت الكوتش الأجنبي الوحيد. عبد الوهاب أبو الهيل بيعرف أهمية هالمباراة وبيعرف البداية قد مهمة مع ثلاث نقاط إذا تمكن مثله مثل جاسبرت،
والامور ما عم تتغير. شربيل من ناحيه الاداء، الاداء لهلا عم بيكون عنوانه الابرز الخوف والحذر، وما حدا بده يفتح منطقته ابدا مع هجمه مرتده لفريق الاخال اهلي علي، يلي معقول كثير نشوف شيء بهالمباراة، بس ما تغير شيء ابدا من بداية اللقاء. يعني بعتقد ما راح نشوف شيء بظل هالاداء السلبي اللي عم ينعكس، نتيجة سلبية ايضا الى يسار الشاشة، الاداء السلبي تحديدا على الصعيد الهجومي من الفريقين، الربط غير موجود بين منطقة الوسط وخط المقدمة، وايضا التمريرات الخاطئة اللي كترت بالدقائق العشر الأخيرة. هون كرة صفوية مع محمد الحايك بمشي لعند احمد جلول، يحيى الهندي الى يمينه، الجلول بيختار التمرير لعند مصطفى انسو. شوفوا تبادل الكرات بمنطقه الوسط والايقاع البطيء يلي عم بيغيب عنه عنصر المفاجاه، هيدا من دون شك عم ياثر على الناحيه الهجوميه، والنتيجه هي غياب الفرص الحقيقيه. محمد الحايك على الجهه اليسرى مطلوب الكره العرضيه بشكل سريع، كثير بياخذوا وقتهم اللاعبين، كثير عم ياخذوا وقتهم بالكنترول من دون اي يعني لعب دايركت، لعب مباشر. هيدي واحدة من الكرات المطلوبة من الجلول، أيضا التسديدة، التسديدة أخيرا 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 أخيرا، تسديدة باتجاه مرمى لشاكر وابي. هيدي أول كرة بين الخشبات الثلاثة اللي بسددها الصفا بعد مرور 35 دقيقة تماما. قاسم حايك كان عم يسدد هالكرة على الطاير بعد التمريرة الطويلة من الجلول، انقطعت هون من مدافعي الإخاء وسدد قاسم حايك بشكل سريع على الطاير، وشاكر وابي كان عم يخلص الموقف مره جديده. هون الكره يلي قطعها القرحاني وقاسم حايك سدد على الطاير، شاكر وابي كان على مساره كورنر لفريق الصفا. اخيرا بلشنا نشوف شيء بالمباراه، اخيرا بلش الصفا يتحرك، ممكن بعض التبديلات بالشوط الثاني تكون مؤثره الى حد ما على الصعيد الهجومي. كورنر اذا لفريق الصفا عم يتحرك بشكل سريع، كرة بترجع لعند الجلول يلي بيلعب الكرة مباشرة على العارضة البعيدة وأيضا إلى خارج أرض الملعب. كارلوس ألبرتو بحطها هالمرة الكورنر من الجهة المقابلة مع عمر الكردي. كارلوس ألبرتو يلي عاد إلى الدفاع، كل لاعبي الإخاء الأهلي عليه بملعبهم، حسن محمد طبعا وأحمد حجازي السريعين يلي بيقدروا يرتدوا بالهجمة السريعة، هن موجودين بعيدا من منطقة جزاء، انما كل لاعبي الاخاء داخل منطقة بثمان لاعبين عم يدافع الاخاء حاليا. الكرة ملعوبة الى داخل منطقة جزاء، اذا باتجاهه لزين طحان مبطوسة لان كارلوس البرتو مرة جديدة عم يتفوق بالكرات الهوائية، وحسن لمحمد سريعا منه لعند كارلوس البرتو على الهجمة المرتدة السريعة مع العطوي مطلوب الكرة الطويلة، بالفعل الكرة الطويلة ما في تسلل، في تسلل في تسلل على حسن لمحمد، اعتراضات كبيرة من الاخاء الاهلي علي، التسلل على حسن المحمد. عم يقولوا الإخاء أنه التسلل كان موجود في أحمد حجازي، إنما مش حسن المحمد. بالإعادة، الإعادة راح توضح، الإعادة راح توضح إذا كان حسن المحمد هو المتسلل. هون الإعادة، الإخاء عم بيقولوا أحمد حجازي كان متسلل لكنه ما تدخل باللعب، الكرة راحت لعند حسن المحمد. ياريت تشوفها بالإعادة مرة جديدة جورج تنتأكد أكثر وأكثر. عبد الوهاب أبو الهيل كل عم يطرد، حسن محمد عم بيقول انه كان مغطى من احد مدافعي الصفاء، اعتراضات كبيره، وعلى ما يبدو كان في انذار لشادي سكاف بسبب اعتراضه على الحاله الاخيره. هون بالاعاده بحسب ما بين هون بالكاميرا حسن محمد ما كان متسلل، احمد حجازي كان بموقف تسلل. وبالتالي الإخاء كان أكيد يعني من اعتراضاته لسبب بسيط، أنه حسن محمد كان تماما على مقعد يعني على مستوى خط التسلل وتحديدا بوجه مقعد البدلاء للإخاء الأهلي علي، وبالتالي كان واضحة الأمور بالنسبة للجهاز الفني وللاعبين البدلاء. مرت على كل حال كرة بالخلف، حسين شرف الدين، الضغط من أحمد حجازي كان ممتاز، أيضا التدخل هون من محمد الحايك وصافرة من جميل رمضان عم تمنع خطأ للإخاء.
بالإعادة هون مرة جديدة اللي صار تدخل محمد الحايك على حسن لمحمد وبالتالي ركلة حرة للإخاء الأهلي علي. هلا الكرة الثابتة راح تحمل معها كلمة السر، هلا الكرة الثابتة راح تكسر التعادل السلبي بهالمباراة مع وصولنا للدقيقة 40، عم نقرب أكثر وأكثر من الدقائق الخمسة الأخيرة على انتصاف هالمباراة. ركلة حرة إذن للإخاء حسن ديب خلف الكرة، ما شفنا حسن ديب أبدا باللقاء لحد هالوقت لسبب بسيط إنه أكثر تركيز الإخاء بالحالة الهجومية هو على الجهة اليمنى مطرح ما وجود سعيد عواضة وحسن لمحمد. حسن ديب حاليا على تنفيذ الركلة الحرة، حسن ديب يلعب الكرة لداخل منطقة جزاء، الرأسية وين؟ الرأسية وين؟ الكرة عم تروح عن كل لاعبي الإخاء الأهلي علي بالوقت يلي الصفا عم يحاول يرتد. الصراع بين نادر مروش وعمر الكردي، زين طحان عم يتدخل أيضا، محمد قرحاني لاعب الأنصار والصفا والاجتماع السابق ويلي تدخل على الكرة الأخيرة لأفضل أيام. محمد قرحاني كانت مع الصفا من دون شك بالوقت يلي هالكرة عم يقدر يستخلصها الإخاء الأهلي عليه. محمد عطوي بيلعب على الجهة اليسرى لحسن محمد، هالمرة أصبح موجود على الجهة اليسرى حسن محمد بمواجهة صار، وفي أوبستراكشن هون وفي خطأ واضح من فالو صار وبالتالي الإنذار، الإنذار للمدافع السنغالي فالو صار. طبعا الإخاء الأهلي عليه عنده العديد من الخيارات الهجوميه على مقاعد البدلاء، منهم كريم درويش يلي عنده اصابه بسيطه، كرمال هيك ما عم نشوفه بشكل اساسي، واحد من اللاعبين المميزين جدا يعني عنده فينش رائع بمواجهه المرمى. ايضا حبيب شويخ ممكن يلعب دور بالشوط الثاني من اللقاء بمهمه صانع الالعاب او لاعب الوسط الهجومي، هذا اللاعب مميز جدا بقدمه اليسرى بالوقت يلي حسن محمد هو حاليا على تنفيذ الركله الحره على الجهه اليسرى ومجددا الكرات الثابته والبحث عن راسيه والبحث عن كره باتجاه الشباك الصفويه. ها راح ينجح الاخاء الاهلي علي، مين بيعرف ممكن من خلال الركله الحره حسن محمد هو على تنفيذ الفاول. حسن محمد عم يتقدم عم يلعب الكره الى داخل منطقه الجزاء، ربيع الكاخي عم يبعدها سريعا وشوفوا انطلاقه الصفا، يعني دائما الصفا عم يبحث عن احد اللاعبين السريعين بالمحاوله للانطلاق بالهجمه المرتده. ثلاث دقائق فارس متبقيه على نهايه الشوط الاول من اللقاء، صحيح تحسنت الامور بالخمس دقائق يلي مروا لكن النتيجه لا تزال التعادل السلبي. 0-0 3 دقائق وقت اصلي لنهايه الشوط الاول، بيبقى الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي منه كثير، يعني ما راح يكون اكثر من دقيقتين يمكن دقيقه كمان، هذا الشيء اللي راح يعلنه الحكم الرئيسي جميل رمضان مع نهايه الدقيقه 45 للحكم الرابع سامر سيد عاصم. خطا وبطاقه صفراء جديده، خطا وبطاقه صفراء جديده لفريق الصفا، مباراه راح تكون مليئه بالبطاقات الصفر. عمر الكردي يلي عم يحصل على الانذار، عمر الكردي عم يحصل على انذار جديد بعد الخطأ القاسي يلي ارتكبه بهالمباراة. عمر الكردي بده ينتبه كمان مثله مثل بقية اللاعبين، يعني اوقات في خطأ ما بيكون له لزوم ابدا. نادر مروش هون تعرض للخطأ، تاكل قوي كثير وقرار الحكم صحيح، لا غبار عليه ابدا الانذار يلي اخذه عمر. دقيقتين على نهاية الوقت الاصلي، المباراة يعني قد ايه مشتعلة على أرض الملعب بين الفريقين فنياً، قد ايه عم بتكون إلى أهميتها إلى حساسيتها هالمباراة، بس لهلا ما عم تترجم بأي هدف. عبد الوهاب أبو الهيل يلي عم يعطي تعليماته للاعبين، عبد الوهاب أبو الهيل على رأس الجهاز الفني كمان لموسم آخر وموسم ناجح عم بيكون، فريق الإخاء الأهلي عليه الموسم الماضي احتل المركز الرابع مع 33 نقطة خلف العهد لأنصار النجمي. حسن ديب بيلعب الكرة مباشرة بين ايدي ربيع الكاخي، يعني هيك نوع من الكرات ما بتنلعب عند حارس المرمى مباشرة، بدها تكون قبل حارس المرمى تأي لاعب يجرب ينكزها ويكون في الهدف الأول بالمباراة. إذا دغري الكرة طويلة عند حارس المرمى ما راح يلاقي أي صعوبة أبدا ليقدر يلتقطها ويبعد الخطورة. أحمد جلول بمرر بهالوقت لمحمد الحايك، كرة بيخسرها الهندي بتروح لعند
حسن المحمد، حسن المحمد يلي بده يجرب يقدم موسم رائع ويثبت انه قرار انتقاله لفريق الصفا كان بمحله. قاسم بيخسر الكره، كارلوس البرتو لمحمد عطوي، كمان محمد عطوي ما راح يتاخر ابدا لا يخسر الكره بدوره. حاليا محاوله صفويه على الجهه اليمنى، كريم صامب حاجي رجع الكره لعند زين طحان، زين 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 بمرر بمرر لانسو، انسو بسدد وفي ركله ركنيه، في كورنر عم بيكون لفريق الصفا. ركلات الركنيه كثيره بهالشوط الاول من الفريقين، ركله ركنيه والحكم جميل رمضان يلي عم بيعطي الوقت، وحكم الرابع عم بيتقدم سامير سيد قاسم ليعلن عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي رح يكون دقيقتين، مثل ما توقعنا دقيقتين مش اكثر ابدا. عمليه الوقت الضايع مع اصابه كان اكثر من لاعب بالشوط الاول. حسن المحمد بيرجع الكره منه لنادر مرموش، نادر مرموش بيشتت، حسين شرف الدين بيبعدها بسهولة، بتضلها مع فريق لخاء. فتنا نحنيكم بالوقت المحتسب بدل عن ضائع. على الجهة اليسرى كارلوس ألبرتو، كارلوس ألبرتو بيخسر كرة من زين طحان، ترجع لقاسم حايك، منه لفلوق صار. بدك تنتبه، بدك تنتبه حسن محمد على أرض الملعب، الهيئة عنده إصابة حسن محمد على أرض الملعب أو شد عضلي، هيدا هو الأمر الواضح. وفريق لخاء اللي عم بحط الكرة خارج الملعب لا يتسنى لجميل رمضان انه يتوجه لعند حسن المحمد يلي بيقوم وبيمشي حاله. رمي تميس صفويه، هون عم نشوف تعليمات من وسام خليل مدرب الفريق يلي عم بيعطيها لكريم صامب حاجي اليوم يلي عم بيفتقده لجهود امادي جوب اللاعب السنغالي المهاجم الاساسي الرئيسي بصفوف فريق الصفا. ايضا علاء البابا، هذا وسام خليل كنا عم نحكي عنه، كان لاعب سابق بصفوف فريق الحكمه. وسام خليل اكثر من لاعب بيقدر يعتمد عليهم فريق الصفا على مقعد الاحتياط بالنسبه للشوط الثاني، ونفس الشيء بالنسبه لفريق الاخاء الاهلي علي. المحاولات الاخيره قبل نهايه الشوط الاول يلي نتيجته التعادل السلبي، ويمكن الامور تكون سلبيه بالشوط الأول مع تعليمات من أبو الهيل، تعليمات من جاسبرت، بركي الأمور تتحسن أكثر بالشوط الثاني. جميل رمضان عم يطلع على ساعته ليشوف إذا انتهى الوقت أو بيكمل الهجمة الصفوية، وهالشي ما صار. عم ينهي جميل رمضان الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين 0-0، من دون ما نشوف أهداف، من دون ما نشوف فرص، يعني إذا بدنا نقول من العيار الثقيل الفرص الحقيقية الفرص الخطرة. يمكن الامور طولت شوي من ناحيه عمليه جس النبض. على كل بالشوط الثاني، بالشوط الثاني رح ننطر لنشوف شو رح تكون تعليمات جاسبر، رح تكون تعليمات ابو الهيل. خليكم معنا، بريك حوالي ربع ساعه اللي هو استراحه الشوطين، ومن بعدها بنرجع لبدايه الشوط الثاني من هالمباراه.